بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام مشاهدي هذا البرنامج المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، نسأل الله لنا ولكم كل خير. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وساكم الله بالخير، حياكم الله، ربي يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. للسادة المشاهدين الأفاضل نذكرهم إن شاء الله بعد ربع ساعة أو ربما أقل أو أكثر عفوا بقليل راح يكون تكون الخطوط مفتوحة أمام حضراتكم للاتصال والمشاركة وطرح أسئلتكم على ضيفنا الكريم إن شاء الله للإجابة عليها، وتسمعون تعليقات سماحة السيد على هذه المداخلات. بداية سيدنا، احنا قاعد نمر بظروف خاصة جدا في المنطقة مرتبطة بصراعات بين الحق والباطل، وتحدثنا في حلقة من الحلقات عن أن لا حيادة في الإسلام بين الحق والباطل، إما أكون مع الحق أو أكون مع الباطل. اليوم سيدنا نضع أمام حضرتك الحديث الشريف: من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم، أو هذا مضمونة لشرحة للوقوف عنده بتفاصيل. تفضل سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال نحن كمعتقدين بالإسلام الحنيف نعتقد على أنه من أولى مهام الإسلام بعد التوحيد، بعد التوحيد وبعد الإيمان برسالة الإسلام، هو في الواقع الحال التوادد والتراحم بين المؤمنين. شيء غريب انصافا، روايات مؤكدة وخطب مفصلة. انظروا إلى خطبة النبي الأعظم في رمضان أو قبيل رمضان، يتكلم عن التوادد والتراحم والصدقة والسؤال عن المؤمن والاهتمام بالمؤمنين. خطب كثيرة في نهج البلاغة تتحدث عن هذا الجانب، روايات عديدة جدا وكثيرة على أنه المؤمن لابد أن يلتفت إلى أخيه المؤمن. وما ذكرتموه جنابكم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وروايات في هذا المضمون كثيرة. مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد، أو كمثل المؤمنين أو المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإنسان الموجوع حتى لو كان سنه، السن يألمه، كل بدنه هو في الواقع مألوم وقد يسهر من الألم، ولكن هو جزء بسيط في جسمه. ولكن لأن الجسد مترابط، يعني الجسد مترابط والمشاعر مترابطة، فلذلك ترى أنه شوكة صغيرة في إصبع الصغير في القدم يكون فيها ألم. شوف هذا الإنسان قد لا يستطيع أن يرتاح ولا ينام. هذا كله في واقع الحال استعارات من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يصور لنا أن الكيان الإسلامي والمجتمع الإسلامي مجتمع واحد، كيان واحد. وكما أنه البناء يبنى على لبنات، هذه اللبنة إذا أزيحت قد تهدد هذا البناء الكامل، كذلك المجتمع الإسلامي عندما يجد المسلم على أن هناك جماعة مهددة، جماعة على حال مسلوبة منكوبة ونزحت عن مكانها للخطر الأمني الكبير، وما يجري اليوم في ساحة المسلمين شيء انصافا مهول جدا جدا مهول. ونحن سنتحدث عن روايات أهل البيت في هذا المجال، ولكن سؤالي أنا سؤال أيضا أعتبره سؤال بريء.
أننا عشنا قبل 10 سنوات يعني سنة 2014 عشنا تحديا كبيرا ودخلوا علينا من أقطار عديدة تصل إلى 80 جنسية دولية دخلت العراق باسم الجهاد وباسم إنقاذ العراق من الروافض، وكانت باسم الدولة الداعشية التي هم سموها زورا الدولة الإسلامية. جاءوا من كل الأقطار، مولانا هذه المطارات، مطارات الدول المجاورة، مطارات تركيا، مطارات بيروت، مطارات الدول الأخرى، لا تهدأ ليلا ونهارا في انتقال المقاتلين والإرهابيين إلى داخل العراق بشكل مهول، حتى أنهم هم قالوا أن عدد المقاتلين الذين يقاتلون في صفوف داعش أكثر من 200,000 200,000 قاتل. زين، سؤالي البريء هذا، الآن 9 أشهر أكثر غزة التي هي منطقة صغيرة جدا في داخل فلسطين المحتلة، والذين يقطنونها هم أهل السنة والجماعة وليسوا شيعة، والعدو الذي أمامهم الصهاينة، الصهاينة الذين أنتم السلفيون، أنتم الوهابية، أنتم طيلة 50 سنة 60 سنة في قنوتكم في صلواتكم، اللهم أهلك اليهود، أهلك الصهاينة، اللهم كذا. الآن 10 أشهر تقريبا هؤلاء يضربون يوما ليلا ونهارا، وإلى الآن أكثر من 50,000 قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والمعوقين وملايين من النازحين، بيوتهم، وجودهم، أين هؤلاء؟ أين الذين كانوا ينادون بالجهاد، جهاد في العراق، الدولة الإسلامية، جهاد الدولة العراق والشام، أين أنتم؟ أين الذين كانت ألسنتهم طويلة في نصرة المسلمين في العراق؟ أليس هناك مسلمون في غزة؟ نعم. أليس هناك مسلمون في لبنان؟ تقول أن لبنان شيعة وهؤلاء كفرة، نقبلها جدلا، ولكن غزة التي هي سنية بحتة، لماذا هذا الخنوع؟ لماذا هذا السكوت؟ هذا كله يرجع إلى أنه الفكر اليهودي الذي دخل، رجاء اسمعوا ما أقوله اليوم، الفكر اليهودي الذي دخل عبر الدولة الأموية. نعم. عبر الدولة الأموية، الأمويون أسسوا دولة في الشام برئاسة وبقيادة معاوية بن أبي سفيان، ودخلت الأيادي اليهودية فأدخلت كثير من الأحاديث ودست كثير من الروايات المغلوطة المجعولة المكذوبة، غيرت نمط تفكير المسلمين، غيرت نمط تفكير المسلمين. نعم. وأصبح المسلمون بهذا النحو على أنه يسكتون عن الصهاينة ويضربون بعضهم بعضا بعنوان مشركين وأهل بدعة. ورسول الله واضح، من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. واضح أن هؤلاء الذين يصرخون أيها الناس يا مسلم، أنا كل يوم شوف نساء أطفال، حتى أطفال مساكين، طفلتان قد قتل جميع أهل بيتهم، وهم أحدهما يلوذ بالآخر ويبكي وعلى حال يستنجد جوعا وعطشا وبردا، ترى أن الضمير ميت، الإعلام مدجن، الإعلام إنصافا لعب الإعلام لعبة قذرة في هذا المجال. شوف الإسلام ماذا يقول. الآن نجي للروايات حتى نقول أنه إحنا واقعنا ينسجم مع هذه المبادئ الإسلام أو لا، هي سياسة قذرة
وشيطنة يهودية وفكر ضال، فكر ضال، يعني حرف الإسلام بشكل كبير. اسمعوا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رأس العقل بعد الدين، رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. شوف يعني قضية البر والإحسان ما مرتبطة أنه هذا الشيعي سني ما أدري كذا، بر وفاجر سواء كان إنسانا ملتزما أو غير ملتزم. وقعنا ما أريد أمدح يعني شيء غير هذا، أتكلم عن واقع. أهل العراق إنصافا رسموا لوحات مهمة جدا في هذا المجال. تذكرون قبل سنين كم سنة يعني جائحة كورونا، كيف تودد بعضهم بعضا وحالة الوصول إلى الفقراء والذين جلسوا عن عملهم، وقضية زلزال تركيا وسوريا قبل 3 سنين كيف هبت مواكب الحسينية والشيعة مساجدهم وحسنياتهم إلى سوريا وإلى تركيا. هذا النوع من التودد والتراحم بين الناس وبين المسلمين، هذا في واقع الحال مدرسة أهل البيت تميز به. لا تقول لي سيدنا أولئك أيضا جمعوا المليارات، نعم جمعوا المليارات في ضرب المسلمين بعنوان جهاد الروافض وغيرهم. اسمعوا هذه الرواية يذكرها صاحب البحار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة، شباب اسمعوا جيدا، لما نقول يا جماعة شوية فكروا الآن، عوائل في لبنان، عوائل في غزة، عوائل في أفغانستان، في الواقع منكوبة مظلومة ما إلها مأوى، هذا الأمر شوفوا رسول الله ماذا يتكلم عنه. إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد، كل الناس في منطقة واحدة، ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول: أين أهل الصبر؟ أين أهل الصبر؟ اسمعوا جيدا شباب: أين جيران الله جل جلاله في داره؟ وين جيران الله؟ سواحد يقول: وين الله حتى تصير جيرانه؟ جيرانه بهذا معنى أقرب إلى الله من كل أحد، هذا يسموه جيران. فيقوم عنق من الناس، مجموعة من الناس يقومون يوقفون، فتستقبلهم زمرة من الملائكة. هذا رسول الله جاي يتكلم، ها جاي يفصل المشهد اليوم القيامة. فيقوم: فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: اسمعوا هنا بيت القصيد: كنا نتحاب في الله عز وجل ونتباذل في الله ونتوازر في الله مؤازرة، فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي، خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنة بغير حساب. فينطلقون إلى الجنة بغير حساب. ثم قال الإمام الباقر: فهؤلاء جيران الله في داره يخاف الناس ولا يخافون. الناس يخافون بس هم ما يخافون. ويحاسب الناس ولا يحاسبون. يوم القيامة يوم ماذا؟ على أي حال لا ظل إلا ظله، والكل يخاف بس هؤلاء لا يخاف. ويحاسب الناس ولا يحاسبون، إلى آخر رواية. شأنهم دون سيدنا اللي كانوا يتآزرون، يتبادلون، يتحابون، يتآزرون. يسمع واحدة مريضة تقول: يا جماعة ترى مو قضية فقط والله صار مجازر وصار علي حال حرب وهجوم، لا لا لا، محلتي أكو امرأة مسكينة عندها أيتام ما عندها شيء، تروح لهم أنت عندك هذا، عندك هذا المرتبة. يعني نحن هذه الروايات لم تأتي للحالات والحوادث الطارئة، لا، شأن المسلم هي هذه. شأن المسلم حياته أن يفكر بأصحابه وجماعته، يتفقدهم: يا بفلان ما جاء أشوفه، وينه؟ قال والله مسوي عملية. عجيب، شنو عمليته؟ يخابره بابا تحتاج شيء، يروح له. هذا النوع من المؤازرة والمودة
والمحبة بين المؤمنين. رواية أخيرة أقراها تفضل نتبارك بها أنصافا. جميل ابن دراج وهو من الرواة عن الإمام الصادق صلى الله عليه يقول: خياركم سمحائكم. السمحاء يعني السمح الذي يعفو. سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم. شرار المجتمع البخلاء. ومن صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وفي ذلك مرغمة الشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان. يا جميل، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك. هذا الحديث نقل إلى غرر أصحابك. قال له: مولاي، من غرر أصحابي؟ منهم غرر أصحابي؟ جميل يسأل الإمام الصادق. قال: هم البارون بالإخوان. هنيئا بالإخوان. أحسنتم. هم البارون بالإخوان في العسر واليسر. ثم قال عليه السلام: أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله صاحب القليل فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة، التوادد والتراحم والمودة بين المؤمنين والمسلمين هذا أمر أساسي. لا تطلع بعض الأصوات: ها وين رايحين؟ تأخذون خير البلد؟ إلى هؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير، هم أول من هو في الواقع مقصر في التفكير في جيرانه. يعني هذا الأخ اللي يكتب والأخ اللي يطلع: ليش تأخذون خيراتنا؟ ليش تأخذون مساعداتنا؟ قل له: أنت سويت الآن؟ أختك مريضة، سويت لها؟ يلا جنابك. هذا جيرانك عندهم مريض، أو أكو أرملة في الحي الذي أنت تسكن فيه، ماذا عملت له؟ كثير من الشياطين الذين في الواقع يوسوسون ويحاولوا أن يثبطون اللي القرآن الكريم يعبر عنهم بالمرجفة، الذين يرجفون ويبثون الدعايات. دعايات راحوا جماعة، خلصوا، ضربوهم، قتلوهم، كذا، انتهى. هؤلاء المرجفون الذين هم يؤدون دور الطابور الخامس، اللي بالتعبير الحديث الطابور الخامس المنافقون. والإعلام أيضا يلعب دور في هذا المجال. الإخوة المؤمنين لابد أن يثقوا بالله ويعملوا، ولا تستحي من إعطاء القليل. تقول: ما عندي سيدنا، ما عندي. ما عندك؟ عندك إيدين الصاعدة تدعو دعاء نصر بالكلمة سيدنا، دعاء بالكلمة، بالقلم، بالخطابة، بالمقطع، بالنشر، بالدعاء. هذه كلها في واقع الحال هي ضمن نصرة الناس ونصرة المؤمنين. فلا نجلس نقول: ها والله ما عندي شيء. القرآن يحدثنا عن بعض الناس. نعم سيدي. في سورة، أعتقد سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن بعض الناس أنه كان يأتوا إلى رسول الله: يا رسول الله، خذنا وياك للجهاد. الرسول الله يقول: ما عندي شيء لأحملكم عليه، ما عندي يعني ما عندي إمكانية أخذكم. فكانوا يتركون رسول الله ويبكون، وعيونهم تذرف ماذا؟ دموعا، لأنهم لا يجدون ما ينفقونه، ما عندهم شيء، بس عندهم حب، عندهم رغبة، عندهم ولاء، عندهم دعاء، عندهم موقف. الموقف الآن ضروري ومهم. وهذه الإعلام والسوشيال ميديا بيدكم جميعا، لابد أن تقوموا بما يمكن أن يقوي قلوب المؤمنين إن شاء الله تعالى. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني على هذه الإضافات وهذه التفصيلات المهمة. من أصبح ولم يهتم بشؤون المسلمين، بأمور المسلمين فليس بمسلم. طيب، بعد هذه المقدمة المباركة أخواني الكرام المشاهدين الأفاضل، صار بإمكانكم الاتصال والمشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة للمشاركة والاتصال، وأيضا بإمكانكم أن ترسلوا بمشاركاتكم من خلال تطبيق المجيب، تبحثون عنه أو تفتحون كاميرا الجوال على الكيو آر كود الموجود أيضا على الشاشة. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات. أولى المشاركات شنو؟ رسالة صوتية أو اتصال؟ رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدي.
طيب وانا سالف 15 سنه من الزوجيه وعندي جهال ويعني هم عيالي مكلفين يعني بمصروفي، عندي بنات مرات ما يعطون فلوس باخذ 10 5 25 يعني بسكتي هم حرام حلال يعني ما يعطوني مصروف مثلا اشتري لهم شيء حاجه ان شاء الله يطلبون مني، صحيح هم يجيبون نسواق وشي هذا اللي شوف حلال حرام. حياتنا الأخت الكريمة، شكرا لها صاحبة الرسالة، بس هي مو واضح من كلامها سيدة من تأخذ من زوجها من عيالها خلسة تأخذها خلسة سواء من زوجها أو من عيالها. تفضلوا سيدة. شوفي بابا، أنت تقولين هم يقومون بشؤوننا ويقومون بنفقاتنا، فإذا كان يقومون بنفقاتكم وبشؤونكم شنو الداعي تمدين إيدك تأخذين 10 و15 و20 ألف من دون إذنهم؟ يقول سيد ما يعني يتكفلون بينا، يتكفلون بكم يعني يقومون بأمركم، وليش أنت ما تقولين يا أبي إذا أشتري ثوب إذا أشتري قميص إذا أشتري كذا، يعني كوني شفافة وكوني صريحة، قول يا أبي إذا ماكو زحمة أشتري فلان قضية الابن ابني عدة جنطة يريد يشتريها كذا، يعني أطلبي منهم إن لم يشتروا لك وإن لم كذا ذاك الوقت قولي زوجك أنه يا أبي فلان شيء إحنا بحاجة إليه فهو يهيئ، أما تمدين إيدك حتى إلى جيب زوجك ما يجوز، وهذه في ذمتك إلى يوم القيامة. إما ترضيهم قل يا أبا أنا ما أخذ شيء أشياء ويرضون عنك، وإلا أن تسددي. نعم أحسنتم سيدنا. طيب نأخذ مشاركة أخرى، عندنا اتصال نقرأ رسائل واردتنا لو عندنا مشاركة. السلام عليكم. مشاركة صوتية. عندي فد سؤال إذا ممكن. أنا كنت مشتركة بكفالة يتيم، أنا أختي ورا فترة تقريبا سنة ونص رحت توفى واحد من أقاربنا، فرحت شفت عائلتهم حالتها كلش تعبانة، ويعني بمعنى كلمة يضغطون ما يتعشون، فقلت الأفضل إنه يعني أقطع من كفالتي يتيم وأنطيهم، لأن أقاربي هم أولى بالمعروف وكلش أقاربي، فهذا يعني منو أولى بها اليتيم أو أقاربي؟ تفضلوا سيدنا. في واقع الحال إذا الإنسان لا يسعه لا يسعه أن يبذل أكثر من جهة أو طرف، ما عندي أنا واحد لو هذا اليتيم لو أقربائنا ذولا ما عندي أكثر من هذا، فنقول الأقرب باعتبار أنه على حال هم بحاجة وهم القربة تخصكم أو لهم صلة بك. أما أنه ذا لا أنا عندي أقدر هم ذاك وهذا شكوا بي، هذا في الواقع الجمع بين البرين. ولكن عموما أختي الكريمة الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق إلا بما يستطيع عليه، إذا أنت ما تستطيعين أكثر من قابلياتك الله ما يكلفك بذلك، الله يوفقك إن شاء الله. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله صار الأمر واضح بالنسبة للأخت صاحبة الرسالة الصوتية. نأخذ مشاركة أخرى، اتصال هاتفي أو رسالة صوتية. رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مولانا أنا عندي سؤال، أنا قبل كم سنة داينت شخص 2000 دولار يعني، بس كان المبلغ اللي أعطيته إياه بالعراقي، يعني هو طلب من عندي 2000 دولار، فوقتها أنا قلت له إنه ما عندي دولار عندي فقط عراقي، فالعراقي بذاك الوقت كان على 1200، فأعطيت انطيته 2,400,000 دينار، بس كانت يعني هو طلب دولار بوقتها، مرة يعني إنه قال لي إنه أنا راح أرجعه أسبوعين، وكانت هناك يعني زيارة مع 40 الإمام الحسين عليه السلام، ومرت الزيارة وخلصت الزيارة وما رجع له فلوس، وفاتت 3 أسابيع وبعدين شهر، وجرت إلى سنة وسنتين وثلاثة إلى أن يعني لحد الآن هو ما رجع. طبعا أنا من داينته من باب إنه عرف وثقة وانطيت الفلوس قال لي محتاجهن وكذا، فسؤالي مولانا إنه المبلغ يعني، وطبعا لحد الآن ما يعني رجع الفلوس،
لكن في حال انه يريد يرجع الفلوس فشرعا انه انا اخذ 1,400,000 مثل ما انطيته له 2000 دولار مثل ما هو طلب. هذا سؤالي اذا ماكو زحمه على سماحتكم رحم الله والديكم. صار واضح عندكم سؤال سيدنا. يعني الاخ اقرض احدا بمقدار 2,000 دولار في وقت هذاك اراد 2,000 دولار بس هو انطاه اياها بالعراق قيمتها بني. اليوم لما يرجعوا لها بعد هاي السنوات. اولا انه بحسب الشرط، اذا انت كنت مشترط على انه هذه ترجع ليها دولار، اذا كنت مشترط عليه انه يرجع دولار فعليه بذمته دولار. واذا كان لا انه انا اعطيتك 2,400,000 ترجع لي ما اعطيتك، يعني هنا أنا بعد ما لك حق تطالب اكثر. فبحسب القصد وحسب النية وحسب الاتفاق فيما بينكم. واضح حبيبي؟ نعم. طبيعي إذا رجع لك إياه، وإذا ما مخمسها لازم تخمسها لأن صار لها فترة أكثر من سنة عنده فلازم تخمس. طيب إحنا نمر أيضا سيدنا على الرسائل المكتوبة، أيضا وردت مجموعة من الرسائل. رسالة: السلام عليكم. عليكم السلام. قبل بضع سنين كتب جدي وصية قبل أن يذهب إلى الحج أن الأرث يتقاسمونه الأولاد فقط دون أن يعطوا البنات شيئا، لأنه أعطاهن مسبقا. وبعد أن مر 4 سنوات على هذه الوصية توفي جدي، وعندما توفي قسموا الأولاد الأرث على حسب الوصية السابقة ولم يعطوا البنات، هل هذا يجوز؟ الجواب أنه الوصية إلى حق الإنسان أن يوصي يوصي، ولكن وصيته في الواقع في الثلث، ثلث التركة كلها. إيه ما إلى حق الإنسان يوصي بكل أملاكه، لأنه إذا خرجت روحه، إذا زهقت روحه ومات، بعد الأملاك مو إله، الأملاك للورثة. نعم. واضح؟ الأملاك للورثة، أنت ما إلك حق معناته. لو ثلث فقط. إلك ثلث، هذا الثلث تقدر توصي به، تطون تأخذون تمنعون كذا، بمقدار الثلث تقدر أنت تتصرف. أما والله لا تطون البناتي وأنا انطيته بحياتي وكذا، هذا لا يؤثر. فإذا البنات ما موافقات قال إحنا ما نوافق، نريد شرع الله، وإحنا وصية أبونا ما نقبلها، فيحرم على إخوانهم أن يستأثروا بالتركة، يستأثروا بالأموال، ما لهم حق، لازم يعطون إلى أخواتهم حصصهن. إذا لا، الأخوات قالوا إيه أبونا إيش ما قال، إحنا راضين، إن هو حقهم، إذا قال راضين وبدون أي مشكلة فهذا أمر يرجع إليهم. وإلا قلت أن الميت لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة. طيب سيدنا، هذه الفكرة الظاهر اجتماعيا لا تزال قائمة، أنه بعض الناس يحاول أن يخلي الأموال بس لأبناء من بعد، بس للأولاد تحديدا مو للبنات. تعليقكم على هذه الحالة الاجتماعية اللي موجودة لحد الآن؟ هذه في الواقع قضية جاهلية انصافا، وقضية ما لها ربط بالدين، وفلسفتهم هي هذه، أنه والله بناتنا أزواجهم غربة، يعني نسباننا غربة، وإحنا ليش فلوسنا تروح للغربة؟ أخي هذا حكم الله، حكم الله لابد أن نعطي لبناتنا نصف ما نعطي لأولادنا، لبناتنا نصف ما نعطي لأولادنا. تحب ما تحب، ترغب ما ترغب، نسيبك غريب نسيبك قريب، هذا ما لك ربط. فهالتفكير الجاهلي والله يروح للغربة هذا ما إلى حق، وخلاف الدين وخلاف الإسلام. وإذا البنت لم ترضى فيكون ما لسحت حرام يأكلونه وسيحاسبون يوم القيامة. أحسنتم. عندنا اتصال لو نقرأ رسالة. نقرأ رسالة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. صديقي بيعني 1,000,000 دينار عراقي بسعر 1,250,000، يعني يحمله 250,000 ويعطيني المبلغ بنية شراء مواد بناء لي وما شابه ذلك وتسديد المبلغ على شكل أقساط شهرية لحين انتهاء المبلغ، أي غير ثابت، هل فيه إشكال؟ عفوا بداية المسألة. صديقي يبيعني 1,000,000 دينار عراقي بسعر 1,250,000. يبيع؟ يقول هيك، هو نص كلامه، يعني يحمل 250,000 ويعطيني المبلغ بنية شراء مواد بناء لي وما شابه ذلك
وتسديد المبلغ على شكل أقساط شهرية لحين انتهاء المبلغ أي غير ثابت، هل فيه إشكال؟ في واقع الحال إذا كان العملة تباع، يعني أنا أبيع الدولار بالدينار أو بمجال، أما أنا الدينار أبيعه بدينار بأعلى من سعره، هذا في الواقع شائبة الربا. نعم. يعني هذا ليس بيعا حقيقة، شو تبيع هذا المال انت شلون تبيعه؟ نفس الدينار جات الطي تاخذ دينار وربع، نفس المليون تاخذ مليون وربع، ففي شائبة الربا. نعم. فدير باله، ولا اقول انه ربا يعني لا اجزم، ولكن فيه شائبة. وهي سالفة البناء وما بناء حسب هذه كلها تضيع المسألة، حيلة بني. نعم. طيب أيضا رسالة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام. زوجي يشرب الخمر وأني أمنعه دائما لأن أصلي وأتنقس منه، واليوم اللي يجي بي شارب تصير مشكلة كلش كبيرة بالبيت، وأعوف البيت وأروح لأهلي، أبقى أيام وأحيانا ما أزعل أتقبل الوضع، وأني حاليا عايف البيت ورايح لأهلي وهو ما يقبل يعوف الشرب، أقدر أبقى وياه وأتقبل الموضوع أو أطلب الطلاق بسبب الشرب، علما هو ما مقصر وياي ولا ابنه. بني هي سيدنا تقول أنا أخذ دور المقاطع الممانع بني. حتى بلكي يرتدع، تقول بس ماكو فايدة ما يرتدع، هو ويانا ما مقصر تقول، فأنا المفروض أطلع. على حال بابا شوفي هذه القضية كان بداية لما أجى خطبك، لما أردتي تتزوجين كان لازم تسألون عنه، وهذه إحنا صارينا الآن 17 سنة نحكي، 17 سنة من 2006 و7 نحكي إلى الآن. يا جماعة يا جماعة لما تيجوا تتزوجون ابحثوا عن هذا الولد، دينه أخلاقه التزامه، إذا هو شراب خمر وهو بهالطريقة هذه اللي ما يرتدع وما يخاف الله وأنت بتتزوج به وقبلت به، فهذا أنت أقدمت على زوج هو خمار، واللي ورسول الله صلى الله عليه وآله لما يتكلم عن اختيار الزوج أنه شقيد يحذر من هالمسألة، وبعدين هم يجي يذم الخمارة. شوف حديث النبي عن الخمار وشارب الخمر، وإحنا نجي نقبل به زوج، وبعدين نجي ها والله هذا يجي يشرب أنا شو أسوي راح أزعل، بعد إيش تزعلين يا بابا؟ بعد إيش؟ بعد خراب البصرة؟ وانت قبلتي به وهو خمار، فشنو اللي يسوي؟ على حالتي أمري بالمعروف إنهي عن منكر، شوي زعلي، ولكن ما لك حق أنه أنت تعوفين وتطلعين تقول أنا والله ما يدعيش وياه. نعم اطلب الطلاق، ما تردين اطلب الطلاق، أما هذا النوع من النشوز وتمتنعين عنه وتبتعدين عنه هذا ما يحق لك. طيب سيدنا، يعني الآن هي تستنصح حضرتك حتى بالجانب الأخلاقي والتربوي، فهل الطلاق هو الأنسب لها؟ هي تقول ما مقصر ويانا. أنا ما أجي أدخل في هالشكل القضية وعدهم أولاد فيما بينهم أجي أقول تعال طلقي، ما معلوم واقعا، هذا قد تزيد الطين بلة. لا. وقد هذه البنت تروح بعدين تنحرف بسبب أنا شنو أقول يا بابا، أنت عليك أنه تقومي بواجبك، أنت قصرتي في اختيار الزوج وقبلتي به، الآن أنت تحملي وحاولي وحاولي، عسى الله أن شنو أن يهديه، ولا بد أن تلتزم ببيتك. طيب عندنا رسالة صوتية، نسمع الرسالة الصوتية. حسيني حفظك بحق محمد وآل محمد. اللهم صل. نحن في أداء العمرة المفردة، وحقيقة هناك بعض الأمور اللي صارت إشكالات بين أصحاب الحملة دارية. السؤال كالتالي، بالنسبة إلى الصلاة في الحرم المكي وتحت قبة الإمام الحسين، وكذلك في المسجد النبوي وبعض الأماكن التي ذكرت من مسجد الكوفة، الأماكن التي ذكرت بأنه التقصير والتمام، خيار بين التقصير والتمام، فإحنا نقصر أما أنتم هذا تخير مخيرين بين هذا الاثنين. إجانا أحد الأخوة قال في المسجد النبوي يجب
أنه اتهم يعني نسوي الصلاة تمام الرباعية، صلاة الرباعية تصير تمام في مسجد النبوي، فهل هذا صحيح أنه يجيب؟ طيب شكرا، شكرا جزيلا، صار الموضوع واضح. تحياتنا لأخوان بالكنترول، الموضوع صار واضح، شكرا جزيلا. سؤال ثاني، بالنسبة إمام الجماعة صلى صلاة قصر وأني ناوي تمام، وبعد ذلك من أنهى صلاته أنهيت ويا قصر، للمعلومة بأنه أنا مسافر في العمرة المفردة وهو صلى صلاة قصر وأنا نويت تمام، فهنا أي ما شاء الله يطول الكلام. هو صار واضح عند حضرتك سيدنا السؤال. يعني الأخ الكريم لما يسأل ليش راح القضايا محل التخيير الحرم الحسين، نحاول نضغط الأسئلة قدر الإمكان، نضغط يعني الأسئلة إخواني في أقل من دقيقة حتى طيب. لا يأخذ وقتنا. سؤال طيب الأول أنه يابا أنا أكو كلام، شوفوا هذا كلام، أنه يجب على المعتمرين والحجاج أن يصلوا تمام في المدينة، لم يقل به فقيه أصلا، ماكو فقيه من الفقهاء أنه يجب التمام على المسافر في المدينة أصلا، هذا كلام كلام مكذوب وهراء، هراء يعني ما إلى أي أصل وما إلى أي جذر. فأنت مسافر مخير في المدينة، مخير ويجب عليك أن تتم. شنو هي سفر معصية حتى يجب التمام؟ يجب التمام على من يسافر سفر معصية، هذا مو سفر معصية، فهذا كلام أصلا ما إلى أصل. السؤال الثاني أنه والله أنا مسافر أصلي بنية التمام في الحرم النبوي في مكة، أصلي تمام بس الإمام يصلي قصر وأنا نويت التمام ولكن كملت وياه، ماكو إشكال، أنت بالخيار كيفك، تريد تكمل أو تريد تكمل صلاتك أو تسلم معاهم، تقدر تسلم وتقدر تقوم، كيفك أنت مخير بين الإتمام وبين القصر، متى ما أتممت الصلاة فصلاتك تامة، متى ما سلمت وقصت فأنت اختاريت التقصير، فماكو إشكال. أحسنتم سيدنا. يعني في زمن الموبايلات والمنبهات وردنا هذا السؤال، السلام عليكم. عليكم السلام، هل يوجد آيات أو أذكار الاستيقاظ إلى صلاة الصبح؟ أول عمل أقوم به يساعد على الالتزام على صلاة الصبح والاستمرار في الصلاة في وقتها، وهل نحاسب على صلاة الصبح لأن أغلبها، هو يقول يجوز يقصد أغلبنا، نصليها قضاء. أغلبنا نصلي قضاء لأن ما مهتمين، من لم يهتم بصلاته يصلي قضاء، أما من يهتم يخلي له منبه، يوصي أمه، يوصي زوجته، يوصي كذا، قاعدوني، وأصلا قلق داخلي يصير عنده، قلق داخلي للاستيقاظ للصلاة. أما إذا ما مهتم طبعا صلاته أكثرها راح تكون قضاء، هذا أولا. ثانيا أكو منبهات، نعم ما شاء الله المنبهات، نعم الآية الأخيرة من سورة الكهف، الآية الأخيرة من سورة الكهف أكو روايات وأنا مجربها، أنا شخصيا مجربها أيام شبابي، كنت أقراها وأنوي أن أستيقظ إلى الصلاة أو أستيقظ إلى المطالعة أو أستيقظ إلى الدرس، وواقعا كما في الروايات أنه ملك يوقظك، وهذه الآية الأخيرة من سورة الكهف. طيب سيدنا قلت بشبابي تستخدمها، اليوم ليش ما تستخدم هذه الأيام؟ لا بعد ما أحتاج، أنا أصلا نومي على حال هو قصير جدا وضافة للوسائل المتاحة اليوم، مالي ما أكو داعي يعني. نعم. طيب عندنا مشاركة، لو نقرأ رسالة، لو شنو نقرأ رسالة من الرسائل اللي وردتنا. رسالة تقول السلام عليكم. عليكم السلام، أكو تقديم على عاطلين عن العمل، يصير أقدم وأني عندي بيت ماخذة على مصرف العقاري أسدد شهري، وعندي سيارة هم أقساط، وعندي محل وهم إيجار، وشغلي كلش ضعيف، أشتغل يوم وأسبوع قاعد، يصير أقدم عليه وآسف على الإطالة، تقديم على العاطلين عن العمل. عيدك المعطيات سيدي. لا طبق نفسك على القوانين، إذا عنده بيت يحق له، إذا عنده سيارة يحق له، إذا عنده شغل يحق له، على شنو أنا أجي أتدخل أنه يحق لك لو ما يحق لك؟ طبق نفسك على القانون حبيبي، من تقول له ما يحق له تعال شوف التعليقات، ها سيدنا تلاحق الفقرة وتقول يحق له، أخو علي حال قوانين ما تسمح،
فشوفوا إخواني هاي الأمور لا ترمون الكرة في مرمانة. هم يردون حكم شرعي سيدي. حكم شرعي شنو؟ حكم شرعي يقول هذا، هذا حكم شرعي يلا فنك تطبقه. والناس مولانا يردون بس مهرب. الحكم الشرعي هذا لا يجوز مخالفة القوانين النافذة. قوانين نافذة ما يجوز مخالفتها. أخذ مال بدون مبرر قانوني حرام. التجاوز على القوانين حرام. يلا هذا القانون العام تفضل روح طبقه. ليش تجي أنت تسأل عن قضية هي واضحة؟ عندك بيت وعندك سيارة وعندك ما أدري محل، والله أنا عملي ضعيف. هواي ناس عملهم ضعيف لازم يروحون مثلا يتجاوزون عن القانون. طيب سيدنا هذا السؤال الأخير جوا، ما أدري تحب نطرحه لا على الهواء؟ آخر شيء مكتوب آخر سطر تريد تشير بشكل سريع عنه حضرتك؟ يعني في الواقع سؤال يتكلم عن شخص عنده 4 زوجات ويرحم يتزوج زواج منقطع. يعني في واقع الحال أنا لا أدري، لا أدري هل هي الحاجة أم هي حالة من النوع من حسب تعبيرنا، ما أدري شنو التعبير اللي أجيبه، الاستذواق، الترف، التفكير في الجنس أكثر من اللازم، شنو الداعي؟ يعني إذا واحد عنده 4 زوجات ويروح وراء السوالف هذه، إذا رب العالمين شرع، إذا رب العالمين شرع الزواج المؤقت فإنه شرعه، شرعه كعلاج لئلا يقع الإنسان في الحرام، لئلا يقع الإنسان في الحرام. لا. مسافر، أنا شاب مسافر وزوجتي ما أقدر أجيبها وياي وعندي حاجة، حتى لا أقع في الزنا أتزوج، زوجتي مريضة وكذا. هذه أنا ما أقول استغفر الله، ما أقول أن أصل التشريع هو للعلاج، أقول واحدة من مبرراتها. لذلك الإمام أمير المؤمنين قال لولا نهي فلان عن المتعة، يتكلم لولا نهي فلان ما زنى إلا شقي، أو ما زنى إلا شفى إلا القليل. لأن الزنا يأتي عندما تضغط الشهوة على الإنسان، أما إذا كان أكو مجال وهو الاستمتاع والمتعة الشرعية هذا في الواقع تخلصه من الوقوع في الزلات. أما هاي الحالة على حال ما أريد أسميها تسمية مو لطيفة، ولكن عموما هي ليست حالة طبيعية للإنسان السوي. حسنتم سيدنا. طيب نأخذ مشاركة أخرى، نأخذ مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال أريد أسأل السيد وأتمنى تعطوني الجواب. أي والله. يعني لدينا مشكلة شوية صارت بين زوجي، اكتشف زوجي كان عنده علاقة ويا وحدة، وهاي الوحدة يعني مو خوش يعني. مهم زوجي هزتها صور يعني كلش، هو عارف كلش وهي كذلك، وهسه هي جاي تبتز رجلي في هاي الصور. يعني الوقت تزوجني وفرحت وش صور، وهو يقول احتمال الصور دزتين لي يعني مو هي، فبحيث هو ما سحن بوقته وصورها هسه بعيات عدل وما جاي يعرف شو يسوي. ثاني شيء يعني أنا حكيت وياه قريت أشوف الحكم هذا صح لو غلط، إذا تشون هو إنسان مخذلين صلي صايم تشون يعني تزوج صور وتدخل تأخذ من هنيك صور اللي نزوجها زواج بالنقال، ما أعرف يعني شنو هذا زواج بالنقال، يعني متعة بالنقال بالحج ما في تهنت، يعني شنو حكم هذا الشيء؟ تفضل سيدنا. بعض الأحيان الإنسان يحفر لنفسه حفرة، هو الإنسان يحفر حفرة في طريقة، بعدين من يريد يمشي ينسى أن الحفرة هو حفرها ويسقط فيها، بعدين يقول أخ واويلاه ليش طحت بالحفرة؟ يقول بابا أنت اللي حفرتها، أنت حفرتها. القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء شنو؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت ظالم نفسك وأنت مورط نفسك، أنت مطيح نفسك في قضايا والآن يقول ها شو أسوي راح تفضحني. هذه من الغفلات التي يقع فيها الإنسان، فلا يلومن إلا نفسه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تشوفون واقعا هاي الفتاة بدأت تبتز، فأكو جهات أمنية، جهات أمنية يقول يا بهذه طايحة على حال برقبتي
وتريد تخرب بيتي، وهو يروح يشتكي، زوجته تشتكي إلى الجهات الأمنية على حال إيقاف تلك المرأة عن التمادي في هذا الأمر. هذا الإجراء الثاني. الإجراء الثالث في واقع الحال أنه الإنسان يتصرف بطريقة على أنه حسب تعبيرنا لا يوجب الضرر والفضيحة، وفي نفس الوقت أنه يرضي ذاك الطرف ولو بشيء من المال حتى يسكته. أكو محاولات، ولكن أرجع أقول النقطة الأولى أنه لماذا الإنسان يكون أحمقا ويكون غافلا مستغفلا ويوقع نفسه في هالشكل مشاكل، بعدين يقول واويلاه تعالوا خلصوني. حسنتم سيدنا، إن شاء الله صار الأمر واضح بالنسبة لنا. نعم، زواج النقال يعني شو زواج النقال؟ يعني زواج بالعقد إذا صار بالنقال ما في مشكلة، وهي تقول زوجتك نفسي، هو يقول قبلت، ما في مشكلة، ما عندنا لابد من شروط. بشرطها وشروطها. بلي بشرطها وشروطها. عندنا اتصال، رسالة صوتية نسمعها. عليهم أفضل الصلوات والتسليم، مستعدون لخدمة أهل البيت ولخدمة أتباع أهل البيت عليهم السلام، انطلاقا من أني سلمون لما سالمكم وحرمون. صوت عالي شوي انخفضه. الآن الشعب اللبناني في ضيق وفي شدة، وهي القضية قبل أن تكون قضية مذهبية هي قضية إنسانية، باعتبار هذا التكافل ومساعدة الآخرين حتى يكون مدعاة للنصر على الأعداء. سماحة السيد الله يحفظه دعا أن تروح مساعدات لبنان، بما أن الشعب العراقي تقريبا في هذا الجانب متقولب بقولبة المواكب والتجمعات المعينة، كل من يعرف جماعة وكذا، فصار هذا الأمر أنه المواقف فيما بينها سمعت هذا الشيء. سماحة السيد أعطى إذن بصرف الحق الشرعي، صرف الحق الشرعي في قضية لبنان. أعطى الإذن بشكلين، الشكل الأول إذا تريد تودي فلوس فلابد وأن يكون طريق المال اللي توديه. نوقف الرسالة شوية أخوان، نوقف الرسالة. إذا أكو إمكانية وتشوفون رسالة طويلة نسويها تسريع ولو واحد وربع يعني من السرعة الطبيعية. سماحة السيد في لبنان إذا تريد تودي أموال، وأما إذا تريد تودي تستبدل الأموال اللي أخشر في الموارد الغذائية فلا بد من معرفة ما هي الحاجة الضرورية التي نحتاجها لبنان المملكة، مثلا رز، شكر، شاي، طحين، شنو اللي يحتاجه. سماحة السيد أحال ذلك إلى توقف الرسالة أخوان. أخوان وقف الرسالة، فهمونا المطلوب من الرسالة وأرسلوا لنا هذا اللي يقوله، لأنه هذا يعني بصراحة بيان مو رسالة صوتية سائلة. إحنا بعد إذن سمعت السيد بس نوضح للأخوة الكرام السائلين بعد إذنكم سيدنا، يعني هناك وقت محدود للأسئلة ووقت محدود للإجابات، ولذلك نطلب من حضراتكم أن تكون الرسائل يعني مكثفة ومركزة. تفضلوا سيدنا. الأخ كان يقرأ بيان، يعني بيان شلون إحنا نساعد ونشكره، ولكن هنا مو محله. نعم. محله في الجروبات وفي على حال في السوشيال ميديا. نعم. نعم، الأخوان كلهم يعرفون أنه يمكن لهم أن يقوموا بالدعم والمؤازرة ودفع الحقوق، ولكن بالشرطين اللي ذكرهم البيان الصادر من ممثليات المرجعية. في آخر دقيقة ونص سيدنا، شنو تحبون تضيفون من هذه الحلقة؟ في واقع الحال المشكلة اللي الآن إحنا نعيشها مشكلة البث الإعلامي الذي يحاول أن يجعل القضية قضية طائفية، أن هؤلاء شيعة، هؤلاء كذا، ونحن غير معنيين. أنا بغض النظر عن الطائفة الشيعية وعن الشيعة أقول تعالوا انظروا إلى العدو. نعم. العدو مشترك أو مختص؟ يعني المشكلة وين؟ إحنا لابد أن نبني على المشتركات. نعم. المشتركات ما هي؟ أن عدونا مشترك لو مختص. هذا عدو الصهيوني هو عدو للشيعة فقط أو للمسلمين جميعا؟ جاوبوني على هذا الجواب. إذا قلتم أنه عدو مختص بالشيعة فهذا خلاف الواقع، وأنتم صار لكم 60 سنة تصيحون أنه عدو المسلمين وقبلة المسلمين وكذا. وإذا عدو مشترك لكل المسلمين أين أنتم؟ نعم. ولماذا أنتم تصيروا ضحية الإعلام المضلل والإعلام المضاد؟ وحاولوا أن تتحرروا، ونرجو أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحادثة وهذه الوقائع الأخيرة في غزة وفي لبنان تكون مدعاة لتبصر الشباب المسلم، الشباب المسلم الواعي في البلاد، يفهمون أنه واقعا
من هو صاحب المصداقية، من هو صاحب المبدئية، من الذي يطبق القرآن بحذافيرة، من الذي يطبق كلام رسول الله بحذافيرة، هذا أنتم لازم تشوفوها. نعم. وتختارون الحق عن الباطل اللي للأسف زيف بنحو كبير. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان والاحترام لحضرتك، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى، بارك الله لكم فيكم. الشكر أيضا موصول لكم إخوة الكرام أخوات الكريمات، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في رعاية الله وحفظه.